مرحبا بكم من جديد. في الدرس اليوم سوف نتحدث عن Focus Selector أو محدد يسمى Selector. طبعا Focus Selector بيشتغل على العناصر اللي نقدر نكتب فيها النص، مثل العناصر الانبوت. سوف أقوم بكتابة مثال لكي تفهمون أكثر. سوف أقوم بإضافة هنا العنصر Form بهذا الشكل. ضمن الفورم سوف أقوم بكتابة هنا على سبيل المثال الاسم، ثم سوف أقوم بكتابة العنصر الانبوت بهذا الشكل نوع تايب، النوع تكست بهذا الشكل. نقوم بإغلاق بهذا الشكل. سوف أقوم بإضافة انبوت آخر على سبيل المثال هذه المرة للإيميل. نقوم بكتابة إيميل، ثم نقوم بإنشاء انبوت طبعا الإيميل. نقوم بكتابة هنا انبوت تايب بهذا الشكل النوع، ثم نقوم بكتابة هنا إيميل كما شيء نوع الإيميل، ثم نقوم بإغلاقه بهذا الشكل. نقوم بالحبس، نقوم بفتح. سوف يظهر لنا بهذا الشكل كما شاهد بنفس السطر لجعل يكون منه بسطر. نقوم بإضافة هنا العنصر break بهذا الشكل. نقوم بالحبس كما تشاهد. سوف أقوم الآن بإضافة الميزة الفوكس للإمبوت. للقيام بذلك يجب أن نحدد الإمبوت. نقوم بتحديث الإمبوت بهذا الشكل، ثم نقطتين. طبعا يمكنك استخدام ID أو class هنا وليس فقط الانبوت. الآن إذا قمنا بكتابة هنا input سوف يقوم بتحديث جميع الانبوت الموجودة ضمن صفحتنا. إذا قمنا بإضافة الـ ID أو class يمكنك من خلالها تحديد الانبوت المحدد من خلال ID أو class. ثم يجب أن نقوم بكتابة focus بهذا الشكل. هنا قمنا بتحديد الانبوت. هنا قمنا بإضافة الميزة Focus Selector للعنصر الانبوت. وإذا قمنا بإضافة هنا الخصائص CSS سوف يتم تنفيذها إذا شخص ما قام بالتركيز على أحد من هذه العناصر. لكي تفهم أكثر سوف أقوم بإضافة هنا على سبيل المثال الـ Width 400 pixels والخلفية باللون أحمر بهذا الشكل واللون الخط أبيض. الآن سوف يتم تنفيذ هذه الأوامر إذا الشخص ما قام بالتركيز على أحد الإنبوتات الذي قمنا بتحديدها. نقوم بالحفظ، ملف الـ HTML. يمكنك حفظه من هنا أو من كيبورد. نقوم بالحفظ من كيبورد. سوف أقوم بتحديث الصفحة كما تشاهد. سوف يظهر لنا بهذا الشكل، ولكن إذا قمنا بالتركيز على هذا الإنبوت وضغطنا عليه كما تشاهد قام بالتنفيذ الأوامر CSS الذي قمنا بإضافته هنا كما تشاهد. إذا كتبنا النص سوف يكون باللون الأبيض والخلفية باللون الأحمر والويت صار 400 كما تشاهد. إذا ضغطنا على input آخر سوف ينفذ الأوامر على input الذي قمنا بتحديدها كما تشاهد. وإذا ضغطنا هنا سوف يختفي لأننا لم نقوم تركيز على هذه الإنبوتات. بالاختصار فائدة Focus Selector هي إذا شخص ما قام بالتركيز على أحد الانبوت على سبيل المثال إذا قمنا بالتركيز هنا سوف يتم تنفيذ الأوامر CSS الذي قمنا بوضعها. هنا حددنا العناصر الذي نريدها هو العنصر الانبوت، وهنا قمنا بإضافة الميزة Focus Selector. هنا قمنا بكتابة الخصائص CSS الذي نريد أن يتم تطبيقها على الانبوت عندما نقوم تركيز على الانبوت. يمكنك اختيار هنا النوع الانبوت بنفسك. طبعا هذا هو كان درسنا. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. أراكم في الدرس القادم. إذا عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تعلق، راح أساعدك من خلال التعليقات. لا تنسى مشاركة قناتنا مع أصدقائكم وعلى الفيسبوك. أراكم في الدرس القادم.